اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في عالم الزراعه، خصوصا زراعه النخيل. كنا اتكلمنا مع حضراتكم في فيديو سابق بتاريخ 25/4 عن كيفيه زراعه نخيل التمر في المكان المستديم. والنهارده 30 اكتوبر، يعني بعد مرور اكتر من 6 شهور، نيجي مع حضراتكم ونوري حضراتكم ايه اللي حصل بعد ما زرعنا النخيل في المكان المستديم. زرعنا بنت جوره زي ما حضراتكم شايفين كده، في خروج نموات حديثه الحمد لله، وجريد حديث الحمد لله، يعني نمو ممتاز جدا جدا جدا. كمان نمو وكبر حجم الرواكيب حوالين النخلة مزروعة الحمد لله، في عدد 3 رواكيب، 2 فسائل وواحدة ركوب زي ما حضراتكم شايفين كده. النمو الحمد لله جميل جدا، ده طبعا بفضل الله تعالى. لو مكان تاني يعني غير معتنى به دي بتاخد سنة او اكثر من ذلك، ولكن الحمد لله في خلال 6 شهور فقط في نمو ممتاز ورائع للزراعة. ونوري حضراتكم نماذج أخرى زي ما حضراتكم شايفين، ده نموذج آخر للزراعة الحمد لله. كل الأشجار بنسبة أكتر من 99% نجاح للفسائل وبنت الجورة اللي زرعناها الحمد لله، نمو ممتاز وهائل جدا الحمد لله. طبعا مع الرعاية، مع الري المنتظم، مع وضع مبيدات عفان جذور علشان ما يحصلش عفن للجذور، مع وضع برنامج تسميد محترم الحمد لله، حصول على نمو هايل جدا 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 بعد مرور 6 شهور فقط. طبعا في ناس طبعا هتستغرب وتستعجب دي، ولكن مع الرعايه والاهتمام ومع الخبره بتشوف حضرتك شغل افضل من كده وشغل محترم جدا جدا زي اللي قدمناه لحضرتك دلوقتي. زي ما حضرتك شايف برده ده نموذج اخر الحمد لله. دي زراعه بنت جوره بقى لها 6 شهور، ونشوف مكان تاني. ده نموذج تاني اللي زي ما حضراتكم شايفين في نمو هايل جدا ورائع، كمان في نمو للفسائل اللي طالعه جنبها، حاجه محترمه جدا جدا. طبعا مع الرعايه المستمره ووضع جميع العناصر الغذائيه اللي يحتاجها للشجر، طبعا من عناصر كبرى وعناصر صغرى وهيومك وبكميات منتظمه وري منتظم في الفترات الاولى، لان لابد من عند الزراعه لابد انك تهتم باي شتلات، اي شتلات بتزرعها لابد انك تهتم بالفتره المرحله الاولى منها. واحنا الحمد لله عندنا الخبره والكفايه ان احنا نهتم بالفسائل المزروعه عندنا وبنت الجوره. فزي ما حضراتكم شايفين في نمو هايل، وطبعا زي ما تصديقا للكلام دي مرحله القطع او دي نهايه القطع اللي احنا قطعناه وقت الزراعه. زي ما حضراتكم شايفين اكتر من متر ونص ارتفاع ونمو زياده الحمد لله، زي ما حضراتكم شايفين حاجه جميله جدا. ده بقى حضراتكم شايفين ده نموذج فوق الممتاز والرائع الحمد لله، في نمو محترم جدا 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 جدا، مفيش افضل من كده الحمد لله، حاجه جميله جميله. زي ما حضراتكم شايفين كده نمو الرواكيب ونمو الفسائل، كل ده في 6 شهور فقط مع وضع برنامج تسميد منتظم والري المنتظم زي ما قلنا لحضراتكم، طبعا مع الاهتمام والمتابعه اليوميه المستمره. ولو اي اصابه او اي لاحظنا اي علامات مختلفه على النخله بنتابعها باستمرار ونعالجها فورا. طبعا ده جاي من مجهود كبير زي ما حضراتكم تعرفوا، في مجال الزراعه محتاج مجهود ومتابعه باستمرار، فالحمد لله ربنا كرمنا. طبعا هتقول دي حوالينا دي نخيل كبير الحمد لله، ولكن دي اماكن في وسط الخطوط كانت مش موجوده، فزرعنا لها زراعات جديده، دي زراعات 6 شهور فقط. نتمنى لو عند حضراتكم اي استفسارات وضعها في التعليقات. اذا عجبك الفيديو لا تبخل بالاشتراك في القناه او عمل السبسكرايب، وطبعا فضلا وليس امرا وضع اللايك لتعم الفايده لكل الناس والمشاركه لجميع الناس لتعم الفايده. واشكركم على حسن المتابعه، ونرجو ان نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله في عالم الزراعه وعالم النخيل وجميع الفواكه او الخضر ان شاء الله تعالى. نشكركم والى اللقاء باذن الله.